بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ بإذن الله كده النهارده عندنا حصة مهمة جدا جدا جدا، حاجة اسمها الجوت. خلي بالك اسمه الجوت او اسمه النقرس. خلي بالك زمان زمان النقرس دوت كان بيقول لك ايه؟ كان يقول لك ده دوت مرض الملوك. خلي بالك دلوقتي بانتشار الفقر والكلام ده كله بقى مرض الملوك ومرض الفقراء كمان، هقول لك ليه دلوقتي. صلي على النبي بقى وده معايا واحدة واحدة. قبل ما نتكلم عن موضوع الجوت ككلام الباثولوجي بتاع حضرتك اللي هو ديفينيشن ومش عارف ايه والكلام ده كله، قلت لك انا ما بحبش اعمل الطريقة ديت. امال انا بحب اعمل ايه؟ بحب الاول ادي لك فكرة عن الموضوع. بص بقى المقدمة ديت، صلي على النبي. اول حاجة الموضوع بيبدأ ازاي بتاع الجوت؟ شوف بقى يا سيدي، انا عندي خلية. الخلية ديت عبارة عن جواها سيتوبلازم، وجوه كده في ايه؟ نيوكليس. النواه ديت جواها الازرق دوت اللي هو الدي ان ايه. شوف بقى، انا هاخد الدي ان ايه ده كده بره وهبدا اشوف فيه ايه. والله لقيت ان الدي ان ايه دوت في بينهم وبين بعض كده اللي هي القواعد النيتروجينيه اللي هي باللون الاخضر. القواعد النيتروجينيه ديت المفروض ان هي نوعين، عندي قواعد البيورين وقواعد البيوريميدين. طيب تعالى مثلا ناخد البيورين. هو البيورين ده جه منين؟ جه من الدي ان ايه. الدي ان ايه ده موجود فين؟ في النواه. هي النواه دي موجوده فين؟ في الخليه. سؤال بقى، قواعد البيورين ديت عشان تبدا ان هي تطلع لك وتتكسر لك، يبقى انت لازم تكسر خلايا كتير، فلما تكسر خلايا كتير هتكسر دي ان ايه كتير، فلما تكسر دي ان ايه كتير يطلع لك بيورين كتير ولا لا؟ يبقى اذا هو دوت سبب زياده مين؟ البيورين. بس النورمال بتاعي ان انا عندي بيورين بيطلع، ماشي. المفروض بقى ان البيورين دوت بيتحول بعد الميتابوليزم اللي بيحصل له او التكسير اللي بيحصل له لحاجه اسمها ايه؟ لحاجه اسمها اليوريك اسيد او حمض البوليج. اليوريك اسيد دوت بعد كده بيبدا ان هو يخش لي في الدم، تمام كده؟ طيب هيفضل ماشي في الدم، ماشي ماشي ماشي، هيروح فين في الاخر يعني؟ ما انت في الاخر هتروح على الكليه، هيبدا يحصل له حاجه اسمها اكسكريشن. كل ده نورمالي، كل ده حاجات طبيعيه جدا. فلما يحصل له اكسكريشن هينزل في اليورين وخلصنا على كده. لكن افرض بقى الباثولوجي بتاعها هيحصل ازاي؟ البدايه ان هيبدا الخليه دي تبدا ان هي يحصل فيها تكسير كتير. طب التكسير الكتير دوت هيحصل ليه؟ باي سبب بقى؟ زي ما ناخد كمان شويه، ورم، تيومر، اي سبب زي ما ناخد كمان شويه. المهم ان طلع لي دي ان ايه كتير، فالقواعد النيتروجينيه بقت كتير، فالبيورين زياده، فلما هيتكسر البيورين زياده هيحصل له ميتابوليزم بالزانثين والهايبوزانثين والكلام ده كله، كل ده من البايو كيمستري ماليش دعوه بيه، فيطلع لي يوريك اسيد كتير، فهيخش في الدم كتير. هو النورمال ليفل بتاع اليوريك اسيد في الدم المفروض يكون كام؟ هو اخره من 2 ل 6 مللي جرام بير دي سي لتر. يعني هو اخره من 2 ل 6. افرض لقيته اكتر من 6 ساعات، بيوصل ل 8 وساعات يوصل ل 10، دي حاله بيسموها زياده اليوريك اسيد في الدم، او بيسموها هايبر يوريسيميا، او بيسموها ايه؟ هايبر يوريسيميا. فلما يزداد قوي في الدم، بص يا سيدي، دي مصيبه سوده، لان هو بعد ما هيزداد قوي في الدم هيبدا ان هو هيروح على اماكن بعينها ويترسب فيها. اهم مكان بيترسب فيه اليوريك اسيد دوت في صباعك الكبير، في البيج تو، في المفصل اللي فيه، اللي هو بين صباعك الكبير، اللي هو الفيرست ميتا تارزو فالينجيال جوينت. هيبدا ان هو يترسب في البيج تو. خلي بالك اليوريك اسيد بيعشق حاجه اسمها صوديوم. هو جاب الصوديوم ده منين؟ جابه من الدم وهو فيه. فلما يتحد اليوريك اسيد مع الصوديوم هيعمل لي حاجه اسمها كريستالات كده، عباره عن حاجه اسمها الصوديوم يوريت. جه منين الصوديوم يوريت دوت؟ عباره عن اتحاد اليوريك اسيد مع الصوديوم. ويترسب لك فين؟ هيترسب لك في الجوينت دوت اللي هو اسمه الفيرست ميتا تارزو فالينجيال جوينت، اللي موجود فين؟ في صباعك الكبير او البيج تو. طبعا دي حاجه غريبه في جسمك، فيحصل حواليها ايه؟ التهاب. طيب يعني اول سبب ان هو ممكن يزود لك اليوريك اسيد في الدم ان هو زياده مثلا تصنيع البيورين ويتكسر كتير فيديني يوريك اسيد كتير، صح؟ او في سبب تاني، افرض يا عم الكليه ديت مش عارفه تعمل الاكسكريشن، او مش عارفه ان هي تتخلص لي يعني من اليوريك اسيد دوت من الجسم. طب ما هو هيرجع من الكليه ويرجع تاني على فين؟ هيرجع تاني على الدم، فيزداد جدا فين؟ هيزداد جدا في الدم، ويحصل برضه نفس الهايبر يوريسيميا، ويبدا بقى ان هو ايه؟ هيروح يترسب لك في الجوينت زي ما كان قبل كده، ويعمل لي حاجه اسمها ايه؟ ها؟ الفيرست ميتاتارزو فالينجيال جوينت، حصل فيه ترسيب للصوديوم يوريت ايه؟
كريستال او كريستالات مين اللي هي الصوديوم يوريد دوت. طيب تعالى كده، انا فهمت الموضوع بتاعي، تعالى بقى نشوف موضوع درس الجوي بتاعنا او درس النقرس دوت. اول حاجه كتعريف، هو ايه الجوي ده؟ زي ما احنا لسه قايلين، والله هو عباره عن ان حصل عندي التهاب بدا ان هو يحصل في المفصل اللي هو اكيوت انفلاميشن. وخلي بالك طالما اكيوت انفلاميشن يبقى هتلاقي مين اكتر خلايا التهابيه زياده؟ اكيد النيوتروفيل، تمام كده. طيب حصل فين؟ حصل في الجوينت، فهيحصل التهاب في الجوينت فيسموها ارثرايتس. هي بص، هو مفصل واحد اللي بيحصل فيه غالبا، اللي هو زي ما قلنا اللي هو المفصل الصباعي الكبير، فبيسموه مونو ارثرايتس، يعني يضرب مفصل واحد بس، تمام. طيب ليه يا عم حصل الالتهاب دوت؟ بسبب ان حصل ترسيب للايه، للكريستالات بتاعه الصوديوم يوريت فين؟ في الجوينت دوت. طيب ازاي الموضوع حصل؟ ايه هو الباثوجينيسيس؟ اكيد اي حاجه هتعمل لك زياده في اليوريك اسيد في الدم، اي حاجه هتعمل لك هايبر يوريسيميا، تمام كده. ازاي؟ حاجه من اتنين، يا اما انت زودت التصنيع. يعني ايه زودت التصنيع؟ زودت البرودكشن يعني بتاع البيورين، وبالتالي هتزود تصنيع اليوريك اسيد، خلاص كده. او انت قللت التخلص، مش عارف تتخلص من اليوريك اسيد ده، يعني اكيد المشكله في الكليه يعني، تمام. طيب شوف بقى يا عم، تعال نشوف الاحتمالات اللي ممكن تزود لك الانتاج، او الاحتمالات اللي ممكن تزود لك البرودكشن، خلاص كده، او اللي تزود لك الايه، البرودكشن. طيب اول حاجه ممكن تزود لك البيورين ايه؟ افرض يا عم حاجه اسمها تيومر. سؤال بقى، ايه علاقه الورم بان انا ازود بيورين كتير وهكذا؟ يعني شوف يا عم، والله لو انت عندك ورم ولا حاجه، هو ايه اصلا فكره التيومر؟ هي اصلا فكره الورم ان انت عندك ان الخلايا بقت كتيره جدا، وبالتالي فرصه احتمالها ان هي بتتكسر بتبقى كتيره جدا. زي مثلا ورم اسمه تي ال اس. ايه التي ال اس دوت؟ حاجه اسمها تيومر لايسز سيندروم، اهي تيومر لايسز سيندروم. يعني ايه تيومر لايس سيندروم؟ على فكره خدتها معايا في النيوبليزيا في الترم الاولاني، اللي هي ايه؟ اللي هو ورم بيتميز بتكسير كتير في الخلايا، فبيطلع منها بايورين كتير، فيطلع معاك مين كمان؟ يوريك اسيد كتير، ويحصل الهايبر يوريسيميا، ويبدا ان هو ايه، يترسب وهكذا. او سرطان الدم اللي هو اللوكيميا بنفس الكلام برضه. طيب بعد كده تاني سبب ممكن مثلا الاكل، الدايت. يا راجل الاكل بتاعك ممكن يجيب لك نقرس؟ ايوه، الاكل اللي فيه بروتين كتير، زي مين؟ زي اللحمه، زي السمك، خلاص كده. علشان كده كان بيقول لك ان هو مرض الملوك. ليه بقى؟ على اساس ان الملوك دايما بيبداوا ان هم ياكلوا لحمه كتير، خلاص كده. فلما بياكل لحمه كتير بيبقى عنده هاي بروتين دايت، ونفس الكلام فيطلع لك بايورين كتير وهكذا. او ده كان زمان اللي هو مرض الملوك، دلوقتي بقى بيسموه مرض الفقراء. ليه؟ لان هم بيطلع كمان في الفول. طب ما الفول ده برضو ايه؟ بروتين، والفقير طول النهار يا عيني بياكل ايه؟ بياكل فول، فخلاص نفس الفكره برضو، تمام. طيب خلصنا الموضوع دوت. حاجه كمان اسمها الجلايكوجين ستورج ديزيز. زي ايه مثلا من ضمن اللي هم الجلايكوجين ستورج ديزيز دوت؟ تمام، بص يا عم، فكره الجلايكوجين ستورج ديزيز ايه؟ بعض الامراض هي عليك اصلا في البايو، فمش ليها داعي ان انا اتكلم عنها هنا في الباثولوجي. زي اهم مرض فيهم حاجه اسمها الفون جيرك ديزيز. يتميز بايه الفون جيرك؟ بص، حاجه عليك وحاجه انا هقولك من بره. الفون جيرك من لما بيحصل المرض دوت بيبدا ان هو يصنع لك بايورين كتير جدا جدا جدا، فيبدا ان هو يطلع لك يوريك اسيد كتير، فيبدا ان هو يترسب كتير. ادي حاجه. الحاجه الثانيه اللي مش عليك وانا اقولها لك، ان في الفون جيرك بيبدا ان هو في نهايه الميتابوليزم بتاعه بيبدا ايه؟ بيبدا يطلع لك لاكتيك اسيد. وحاجه ليك، اللاكتيك اسيد بيتنافس مع اليوريك اسيد في الكليه. يعني ايه بيتنافس معاه في الكليه؟ المفروض ان الكليه ان هي تبدا تنزل لك اللاكتيك اسيد في اليورين، وكمان المفروض ان الكليه بتنزل لك الايه، اليوريك اسيد برضو في اليورين. فاللاكتيك اسيد ساعات يتخانق مع اليوريك اسيد ويقول له لا ده انا اللي هنزل، فيقوم جاي هو اللي نازل في اليورين اللي هو مين؟ اللاكتيك اسيد، ويسيب لك اليوريك اسيد في الدم تاني، فيحصل لك هايبر يوريسيميا، يبدا ان هو يترسب، ونفس الكلام برضه. طيب اخر حاجه في الحاجات اللي هي بتزود لك الانتاج، حاجه اسمها الاتش جبرت والبي ار بي بي. ايه الاتش جبرت؟ بص يا عم، عارف انت الانزيمات اللي هي كانت بتحول لك خلاص كده البيورين الى اليوريك اسيد اللي هو الميتابوليزم دوت، اللي هم الزنسين والهايبوزنسين والكلام ده كله؟ عارفها الانزيمات ديت، خلاص بيبداوا اللي هو في منها حاجه اسمها
اتش جبرت والبي ار بي بي. الانزيمات ديت لو بدأ يحصل فيها ديستربنس او بدأ يحصل فيها خلل هيبدأ ان هو يزود لك تجميعها البيورين، وبالتالي اليوريك اسيد هيزداد والموضوع هيبدأ ان هو ايه يتهبل، فهيصبح نسبته في الدم هايبر يوريسيميا او ان هي تبقى كتيرة جدا. طيب ده كده اول احتمالات اللي هي زيادة مين؟ البرودكشن. امال ايه بقى الاحتمالات اللي هي هتبدأ تزود لك او تنقص لك التخلص او هتنقص لك الاكسكريشن بتاع اليوريك اسيد دوت؟ بص 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 حته الام سي كيو. اول حاجه يقول لك مش عارفين ليه، ساعات بتحصل لوحدها كده، حاجه اسمها ايديوباثيك. يعني ايه ايديوباثيك؟ يعني غير معروف السبب، وهو ده المينلي، وهو ده اكتر حاجه واشهر حاجه. خلاص كده تمام، ودي بتيجي في الام سي كيو ان هو ايديوباثيك. وساعات كمان على فكره بيكون جيناتكس، ساعات بيكون الموضوع جيناتكس. طيب ايه بقى انا عايز اقوله بعد كده؟ ممكن الناس اللي هي بره اللي هم اللي بيشربوا كحوليات كتير اللي هي الخمره والكلام ده كله، الكحول بيعمل لك جوت. طب ليه بقى الكحول ممكن ان هو يقلل لك الاكسكريشن بتاع اليوريك اسيد؟ نفس الفكره، الكحول دايما بيروح على الكليه فبيتنافس مع اليوريك اسيد على الاكسكريشن، فيقوم الكحول هو اللي ينزل في اليورين ويفضل اليوريك اسيد في الدم ويحصل هايبر يوريسيميا. الحاجه اللي بعد كده، طب افرض يا عم الكليه نفسها بايظه، حاجه اسمها رينال امبيرمنت، فانت بالتالي الكليه بتاعت حضرتك خلاص مش عارفه ان هي تتخلص من هذا اليوريك اسيد، فيزاد فين؟ في الدم. او حاجه مهمه جدا 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 اسمها الدايوريتكس. ايه الدايوريتكس ديت؟ مجموعه من الادويه اللي هي المدره للبول، زي دواء مشهور جدا حاجه اسمها الثيازايد. زي دواء مشهور جدا حاجه اسمها الثيازايد. دوت ايه؟ عارف انت الناس اللي هم عندهم هايبر تنشن، انت مش عارف انت اصلا خدتها في الفارما ولا لسه، الناس اللي هم عندهم هايبر تنشن او عندهم ضغط الدم المرتفع بيبداوا ياخدوا ادويه مدره للبول. طب ليه؟ بحيث ان هي تخلص من البول فيقلل البلاد فوليوم، وبالتالي هيقلل مين؟ الضغط. الادويه ديت من ضمنها حاجه اسمها الثيازايد، تمام؟ بيبدا من ضمن السايد افكت بتاعه او الاعراض الجانبيه حاجه اسمها الهايبر يوريسيميا. خلاص كده يبقى احنا عرفنا ازاي بيحصل ايه الجوت، يا اما انت زودت انتاج البيورين، يا اما انت قللت التخلص من ايه؟ من اليوريك اسيد دوت. طيب ده كده اول جزء عندنا في الجوت. طيب الجزء الثاني اللي عاوز اتكلم فيه ايه يا عم؟ شوف بقى، مين هم الناس اللي اكثر عرضه او بيسموهم الريسك فاكتورز اللي هم ممكن يجي لهم النقرس؟ على فكره انت قلتها اصلا في الباثوجينيسيس، اكيد الناس اللي عندهم هايبر يوريسيميا، ودي تيجي في الام سي كيو. ده اقوى نوع واقوى سبب ممكن يجيب لك اللي هو النقرس، اللي هو مين؟ الهايبر يوريسيميا، فسميه السترونجست فاكتور. وعلى فكرة أكتر كمان في الرجالة، في الميل أكتر كمان من الفيميل، بس لو حصل في الفيميل هيجي لها بعد المينوبوز. خلاص كده اللي هو من بعد مثلا من 40 ل 60 سنة، تمام كده؟ طيب أو واحد عنده مثلا امبيرمنت أو عنده مشكلة في الكلية، أو واحد بيشرب الكحول كتير، أو واحد عنده اوبيزيتي، أو واحد عنده دايبيتس ميليتس، كل دي حاجات بتزود لك مين؟ البايورين. طيب شكلها ازاي بقى تحت الميكروسكوب؟ ودي مهمة جدا 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 جدا. يعني ايه بقى؟ يعني لو خدت عينة من المفصل بتاع الراجل دوت اللي هو الفيرست ميتاتارزو فالينجيال جوينت دوت، وبدأت ان انا ابص عليه تحت الميكروسكوب، هلاقي ايه؟ والله انت قلت لي ان بيحصل هناك التهاب ومعاه شوية اليوريك اسيد اللي متحدين مع الصوديوم، فعملوا لك الصوديوم يوريت كريستالز ومترصبين فيها. يعني انت هتلاقي ده بس اللي هلاقيه، هلاقي شوية الصوديوم يوريت كريستالز، وهلاقي حواليها مين؟ الالتهاب بتاعك او الانفلاميشن. بس بس بالظبط هو ده الكلام. اول حاجه ايه هي الاحمر دوت؟ اصل دايما بيكون ايزينوفيليك، اللي هي مين؟ اللي هي الكريستالات بتاعتك اللي هي الصوديوم يوريت كريستالز، فتلاقيها دايما ناشفه كده، ساعات عاملها بيقول لك عامله زي الابره نيدل شيب كده، تمام؟ ومتحوطه بقى بشويه خلايا. بص يا عم الموضوع ماشي ازاي اصلا؟ المفروض ان لما بيكون عندك جسم غريب زي مثلا اليوريك كريستالز وكده اللي هي الصوديوم يوريت كريستالز، بيبدا ان الجسم يطلع لك الخلايا المناعيه اللي هي مين يعني بالذات؟ بما انه اكيوت انفلاميشن، اذا هتلاقي عندك نيوتروفيل زياده جدا جدا جدا. طبعا النيوتروفيل والماكروفاج ما بتقدرش ان هي تبلع الكريستالات ديت لانها ناشفه عليها وكبيره عليها، فتستدعي بعض الخلايا الثانيه واهمها الهيستوسايت. فالهيستوسايت تبدا اللي هي مين؟ اللي هي الخلايا الزرقاء ديت، تمام كده؟ هتبدا ان هي كمان تتحد مع بعضها وتعمل لك خليه كبيره اسمها جاينت سيل، تمام كده؟ طبعا في وجود كمان مين؟ الليمفوسايت. يعني من الاخر تحت الميكروسكوب هلاقي عندي شويه كريستالات اللي هي الحمراء ديت محوطه بخلايا مناعيه زي الليمفوسايت، زي هيستوسايت، زي الجاينت سيل، اهم خليه النيوتروفيل. خلاص كده؟ طيب ده شكلها تحت الميكروسكوب. اخر حاجه في الدرس عندنا الدايجنوزز.
اخر حاجه عندنا في الدرس الايه؟ الدايجنوز بتاعك او التشخيص، ازاي انت واحد واقف في الاستقبال تبدا ان انت تشخص العيان ده عنده نقرس ولا لا. بص يا عم، الدايجنوزس بيبدا ان هو يتقسم دايما لقسمين، يا اما اعراض اللي هي بيسموها السيبتومز، ديت اعراض بيشتكي منها المريض. حاجة تانية، حاجات انت اللي هتدور عليها بيسموها investigations، يعني التحاليل او الحاجات اللي انت تبدأ ايه تعملها او انت اللي هتبدأ ان انت تطلبها. يعني اول حاجة السيبتومز او الاعراض، اول حاجة العيان هيجي لك يشتكي لك ايه؟ اللي عنده نقرس. يا دكتور رجليا بتوجعني، المفصل بتاع البيج تو حاسس فيه وجع قوي قوي قوي. هتقول له وجع على رجليك الاثنين ولا في رجل واحده؟ يقول لك لا في رجل واحده. اذا هو اسيمتريكال. يعني ايه اسيمتريكال؟ يعني على ناحيه واحده بس، عنده وجع في الجوينت او بين في الجوينت، ولكن ايه اسيمتريكال. خلاص كده. طيب عكس مثلا الروماتيزم والكلام ده كله. طيب الحاجه الثانيه هيشكي لك من ايه كمان؟ هيقول لك انا عندي اعراض الاكيوت انفلاميشن يا عم، اللي هي ايه؟ عندي حاسس المفصل بتاع اللي هو الفيرست انتيتارز وفالينجيال اللي هو بتاع البيك 2، حاسس ان في ريدنس وهوتنس وارم كده وبيوجعني قوي. تمام كده، دي كلها اعراض مين؟ الاكيوت انفلاميشن. الحاجه اللي بعد كده ايه بقى؟ افرض الكريستالات ديت اترصبت في مكان غير المفاصل، زي مين يعني؟ زي مثلا الودان تبدا ان هي ترصب فيها، زي اللي هي الاماكن اللي فيها كارتريج، يعني زي مثلا عارف انت وتر اكيلس اللي هو التندون اللي هو واخد كده من عضله السمانه ونازل تحت بيمسك في الكعب، اسمه وتر اخيل او تندون اكيلس. تمام كده، الاماكن اللي فيها تندون او فيها كارتريج ديت خلاص بيبدا الكريستالات دي تبدا ان هي تترسب لك فيها الاماكن. الكريستالات دي ساعتها مش هيسموها كريستالات عاديه، ده هيسموها طوفاي. كلمه طوفاي جمع كلمه طوفس، الطوفس ده المفرد، طوفاي دي الجمع. خلاص كده تمام، اللي هي الحاجات اللي هي الكريستالات يعني اللي هيبدا ان هي ترسب، زي مثلا في الودان في الاكسترنال ايل من بره، او في وتر اخير اللي هو التندون اكيلس. تمام، دي كلها اعراض ان هو هيبدا ان هو يشتكي لك منها. اخر حاجه يقول لك ساعات بقى بتجيني النوبه يا دكتور، حاجه اسمها الاكيوت اتاك، دي ساعتها مش بيستحملها. طب ايه اللي ممكن يدخله في الاكيوت اتاك ديت؟ هو كده كده عيان عنده نقص، ايه اللي يخليه يخش في الاكيوت اتاك اللي هو مش عارف يستحملها؟ لو اتخبط خبطه بقى في المفصل تروما، لو كان اكل مثلا لحمه كتير او فول كتير وكده، لو واحد مثلا شرب الكحول كتير او خد الدواء اللي هو الدايوريتكس كتير او الكلام ده كله، ساعتها بتجيله النوبه نفسها اللي هي الاكيوت اتاك. طب دي كلها حاجات هو هيشتكي لك منها. امال ايه بقى التحاليل اللي ساعتها هتبدا ان انت تطلبها؟ انا قلت لك ان العين ده عنده هايبر يوريسيميا، صح ولا لا؟ اه سهل، هتقول طب روح حلل الدم هتلاقي عندك والله يوريك اسيد زياده كام، يعني اكيد اكتر من 6، صح ولا لا؟ خلاص، يبقى اول حاجه السيرم يوريك اسيد ليفل، هتقيس اليوريك اسيد في الدم يعني هتلاقيه كتير عشان هو عنده هايبر يوريسيميا. دي حاجه. الحاجه الثانيه هتشخص ايه تاني؟ هتقول له طب انا هاخد عينه بايوبسي، كلمه بايوبسي يعني عينه خلاص من المفصل ده من البيك 2، تمام، اللي هو الفيرست انتيتارز وفارنجيال، وهتاخده وتبص عليه تحت الميكروسكوب، هتلاقي نفس اعراض او نفس اللي احنا قلناه تحت الميكروسكوب بيكتشر، اللي هو ايه؟ عنده الكريستالات. خلاص كده، ان هو عنده الكريستالات وحواليها مين؟ الاكيوت انفلاميشن وهكذا. تمام. طيب نرجع بعد كده تعمل ايه كمان؟ هتبدا بقى ان انت تاخد السائل اللي موجود في المفصل ده اللي هو الساينوفيال فلويد ده، خلاص، وتبدا ان انت تاخده وتحطه مش تحت ميكروسكوب عادي بقى، هتحطه وتعمل له حاجه اسمها بولاريزيشن، يعني قطبيه. ايه بقى حوار البولارايز الميكروسكوب دوت؟ ان انت بتجيب ميكروسكوب، تمام، وبتحط عليه شعاع اضافي، وعلى حسب بقى لو انت حطيت الشعاع الاضافي دوت عمودي هتظهر لك عواميد كده لونها زرقاء. طيب لو انت حطيته بارل يعني موازي كده ليه، هتظهر لك حاجات كده موازيه ولكن لونها ايه؟ اصفر. تمام كده، هتلاقي لونها ايه؟ اصفر، هتلاقي لونها اصفر. طيب يعني هتلاقي ممكن تلاقي عواميد بيربنديكولار يعني عموديه كده لونها ازرق، او هتلاقي اشرطه كده بارلل لونها اصفر. طب ده ايه الفكره؟ بص يا عم، انت الاول حاطط ضوء عادي ماشي، هتحط كمان ضوء اضافي، لو انت حطيت الضوء الاضافي عمودي بيربنديكولار هيظهر لك اشعه ضوئيه بيربنديكولار برضو بس زرقاء، ده معناه ان هو عنده ايه؟ ها، اللي هو الكريستالات ديت. او لو انت حطيت الشعاع الاضافي دوت اللي هو او البولاريزيشن دوت موازي بارلل، هتظهر لك خيوط بارلل بس لونها اصفر كده او كده، يبقى هو عنده ايه؟ جود. طيب اخر حاجه تسحب له انت حاجه اسمها اسبيريشن، كلمه اسبيريشن يعني انت سحبت الفلويد او سحبت الساينوفال فلويد، هتلاقيه دايما معكر كده،
حاجه اسمها تشولكي، وفي حتت عامله زي الطباشير اللي هي مين طبعا اللي هي الكريستالات، ده معنى كلمه برضو ايه تشولكي. يبقى ايه كلمه تشولكي؟ ان هتلاقي السائل معكر. طب هو ليه معكر؟ عشان في اللي هي اعراض الالتهاب كلها، وفي اللي هي الانفلاماتوري سيل. طب انهي خليه من الانفلاماتوري سيل هتلاقيها زياده؟ عشان الام سي كيو اكيد مين؟ النيوتروفيل. النيوتروفيل هي اللي هتكون زياده عشان الام سي كيو. طب ليه؟ لانه هو عباره عن اكيوت انفلاميشن، صح ولا لا؟ خلاص كده. يبقى هو ده يا شباب موضوع الجوت، عرفنا ايه هو الجوت تمام كده، وعرفنا بيحصل ازاي، وعرفنا موضوع اليوريك اسيد، وعرفنا ازاي بنبدا ان احنا نشخصه وبنعمل ايه بالظبط. اتمنى ان الناس تذاكر اول باول، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.